قديماً، وقالها قبلهم كفار قريش حينما أرادوا أن يلقوا شبهة ما يسمى بتشكيك الناس في كون القرآن وحي من الله. ورددنا على ذلك ببعض الردود التي أوردها الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه في فقه السيرة. كما وعدتكم، اليوم نتحدث ليس على الوحي ولكن على كيفية نزول الوحي، وهذا أيضا يتركه أعداء الملة وأعداء هذا الدين في إثارة الشبهات حوله. كيف يمكن للملك أن يتصل بالبشر برسول الله أصلا؟ إذن فهذا أيضاً مبحث من مباحث علوم القرآن، وهو الحديث عن كيفية نزول الوحي والطرق التي نزل بها الوحي. الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الكريم أن الوحي نزل بثلاثة طرق، أو بثلاث طرق. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً واحدة، أو من وراء حجاب ثانياً، أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن طرق نزول الوحي ينزل بطرق ثلاثة. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً. الله تعالى سبحانه يكلم العبد إما وحياً وإما وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً. الله يكلم الرسول إما وحياً ثم ثانية أو زيد من وراء حجاب، والثالثة يرسل رسولاً صلى الله عليه وسلم، يرسل رسولا. ما هو الوحي؟ الوحي ما هو؟ ما هو الوحي؟ الوحي تقريبا هو تتوافر فيه صفتان، الصفة الأولى وهي السرعة، والصفة الثانية الخفاء. إذن يأتي بسرعة وخفي لا يراه الناس. السرعة والخفاء هكذا يجيك فلاش، اخترى واحدة تستشعر في قلبك فكرة رسخت في قلبك، تكون غادي هكذا، انت راك غادي مع الطريق تقول انا غادي نمشي عند عمي، مرة واحدة الدور، ما الذي حدث؟ رسخت في قلبك فكرة جاءت بسرعة وبخفة ولم يرها احد ولم يسمع بها احد، وقال لك ذاك الراس، قال لك ذاك الراس روح له. ففيها السرعة والخفاء. ولذلك أنا لا أتحدث الآن هنا إن شاء الله تبارك وتعالى على أنواع الوحي، هذا موضوع آخر، لأن أنواع الوحي، الوحي اللي هو وحي ديال الشيطان، الشياطين يوحوا بعضهم إلى بعض زخرف القول وغرورا. ما هو هذا الوحي بتاع الشيطان للإنسان؟ الشيطان يوحي لأوليائه. أيوة، ما هو هذا بتاع الوحي؟ هو الوسواس. والوسواس واش مو فيه؟ فيه الخفة والسرعة. أنت لا ترى، كتسمع بحال اللي في الرأس نتاعك شي كلام، فكرة تتكون في رأسك بسرعة، نوض شوف له تحرك له دير له يوسوس له، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن العباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، إذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس. إذا غفل الإنسان عن ربه وقطع صلته بالنور جاءت الظلمة، جاءت الوساوس. الشطر هذه خدمته يوسوس للناس. وهنالك كثير من أنواع الوحي. الوحي اللي كيتسمى الوحي اللي هو إلهام، أوحى الله إلى أم موسى، أوحى الله تعالى إلى الحواريين، أوحى الله تعالى إلى النحل، أوحى الله تبارك وتعالى إلى مجموعة من المخلوقات. وهذا نوع يسمى الغريزة، الفطرة،
الفطرة. هذا حديث، هذا فيه حديث. أما الوحي الذي نقصده هو الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب نبيه، وهو موضوع الرسالة التي أمر الرسول أن يبلغها. كيف جاءت؟ من عند الله إلى رسول الله. جاءت بالطرق الثلاثة، إما وحيا أو من وراء حجاب، أو أرسل الله ملكا رسولا إلى هذا، إلى هذا النبي. فلنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بالنوع الأول. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. الوحي أنواعه، النوع الأول الوحي. ما هي هذه الأنواع؟ هنالك النوع المعروف، وهو النوع المعروف في الوحي، وهو الرؤيا، الرؤيا الصادقة. كان رسول الله كما قالت عائشة: إذا رأى رؤيا جاءت كفلق الصبح. الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤى، وتلك الرؤى هي نوع من الوحي، لأن رؤيا الأنبياء وحي وحق. رؤيا الأنبياء جزء من 46 جزء من النبوة. ولماذا هو جزء من 46 جزء من النبوة؟ قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش يدعو إلى الله كم من عام؟ 23 عاما. إيوة. والرؤية الصالحة أخذت من الزمن بالنسبة ل 23 عام كم؟ مش حال؟ 6 أشهر. وستة أشهر بالنسبة ل 23 هي جزء من 46، 1/46. إذن فنسبة البرهة الزمنية التي كان الوحي يتنزل في بها على رسول الله هي 6 أشهر من جملة 23 عاما هي حياته الدعوية كلها. فنسبة البرهة الزمنية بالنسبة إلى عمر الدعوة 6 شهور بالنسبة ل 23 هي 1/46. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الأنبياء جزء من 46 جزء من النبوة. الله. فرؤيا الأنبياء وحي، وحي. ولذلك الله تبارك وتعالى سبحانه يحدثنا في كتابه الكريم في سورة الصفات فيقول: إذ قال إبراهيم لما بلغ له معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فقال له سيدنا إسماعيل: افعل ما، ما معنى افعل ما تؤمر؟ أي أنه أمر، أي أن الرؤيا هي أمر، أي أن الرؤيا هي وحي. رؤيا الأنبياء هي أمر الله. هو قال له شو التواضع عن سيدنا إبراهيم؟ لم يقل له: إن الله أمرني في المنام أني أذبحك، قال: إني رأيت، إني أرى. لكن إسماعيل أراد التأكيد على أن رؤياك يا أبتي هو وحي لأنك نبي، فقال مباشرة: افعل ما تؤمر. هذا ليست رؤيا، هذا أمر، وهذا الأمر جاءك عن طريق الرؤيا فقط. وأمر الله تعالى إلى أنبيائه قد يأتي عن طريق الرؤى، فهو أمر. افعل، ما قالش افعل ما رأيت، لا، ولا افعل ما ترى، لا، افعل ما تؤمر، فإنك مأمور من قبل الله بواسطة وسيلة من وسائل الوحي التي هي الرؤيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني القرآن يحدثنا أنه رأى رؤى وتحققت، ولقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وهل حدث ذلك أم لم يحدث؟ حدث كما شاهده رسول الله، وأخبرهم أنه سيدخل مكة وسيدخل آمنا في الخجر في السنة 6 بعد الهجرة في الحديبية، لما منع النبي من دخول مكة ذهب لكي يطوف بالبيت ويؤدي مناسك العمرة، لكن حال بينه وبين دخول مكة المشركون. حتى قال له عمر: ألم تعدنا يا رسول الله أنك تدخل مكة وتطوف
وتعتمر؟ قال نعم سندخلها، لكن يا عمر هل قلت لك سندخل هذا العام؟ قال لا. فسكت عمر. فدخلوها في العام القادم، عمرة القضاء. عمرة القضاء. فدخلها رسول الله كما رأى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا قلت لكم ولا ما قلت لكمش؟ رأيت الرؤيا ورؤيا الأنبياء وحي، وهذا سيتحقق في الواقع، لكن هل أنا ادعيت أننا سندخل هذا العام؟ قال عمر لا. فدخلوها في العام القادم. إذن فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام رؤاهم وحي صلى الله على الحبيب. كلمة بسيطة إن شاء الله تعالى بالنسبة لرؤيا المؤمنين. أما المؤمنون من غير الأنبياء، هذا وقع واحد إشكال كبير عند الناس. أما الرؤيا بالنسبة للمؤمنين فهي كما أخبر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أنها من المبشرات. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هي البشرى التي يبشر بها المؤمنون في الدنيا؟ قال رسول الله الرؤيا الصالحة يراها المؤمن زيد أو ترى له، إما يراها هو يبشره الله برؤية رؤى ليطمئن قلبه ويصر زيد لكي يستمر على الطاعة، هكذا، أو ترى له أي لا يراها هو ولكن يراها غيره عليه، فيروي له يقول له رأيتك كذا ورأيتك كذا. وهذه الرؤى التي يراها المؤمنون تكون صادقة بقدر صدق صاحبها، فقال رسول الله أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا. تعرفوا علاش؟ هذا الذي اعتاد الصدق حتى كتب عند الله صديقا، ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، إذا كان من الصادقين زيد رأى في المنام رؤيا تطابق ما رسخ في قلبه من الصدق، فصار لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح. فبقدر صدق العبد في الواقع بقدر صدقه حينما يرى في المنام، فتصبح رؤياه في المنام كالرؤيا الحقيقية، رؤيا المنام كرؤيا العين. عند من هذا وعند من؟ الصادقين. رؤيا المؤمنين في المنام زيد تتطابق مع رؤيا العين. علاش؟ لصدقهم. ما معنى صدقهم؟ أي صار مخبرهم ومظهرهم واحد، لا يخالف زيد مظهرهم مخبرهم. اللي عنده برا عنده في القلب، برا مليح والقلب دياله سره أفضل من علانيته، ماشي بحال المنافق يبدي وجها ويخفي الوجه الآخر. منين يشوف في المنام واش بيشوف؟ كل شيء مقلوب، لأن الحقائق عنده مقلوبة، فإذا نام رأى كل شيء مقلوبة. أما المؤمن حينما التأم الظاهر بالباطل وصارت علانيته أو لسريرته كعلانيته في الخير، في الخير، واش ما يقول لي؟ تتطابق رؤياه مع الحقيقة. واحد يقول لك يا أخويا وها هو الكافر وشفى رؤيا حقيقية. قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ثم جاء بسيدنا يوسف الذي علمه الله تعبير الرؤى، ففسر هذه الرؤيا وجاءت كما رأى الملك، والملك واسمه هو كافر. وكيف هذا كافر؟
ويشوف الرؤيا نيشان 100%. علاش؟ قولوا لي علاش؟ علاش؟ لأن ماشي منافق، صادق في كفره. فسريرته كعلانيته. كافر وراه يقول لك هو كافر. ها؟ كافر يقول لك. الكافر غادي يشوف حاجة فاش؟ في الرؤية وتبان له في الحقيقة. علاش؟ لأن مريقل. مريقل على الكفر. شكون هو المشكل؟ شكون هو؟ اللي مذبذب. مؤمن في الجامع وبرا عقرب. هذا ماش غادي يشوف. عنده فلو الريزو مشوش. اللي عنده الريزو مشوش ما يشوف الحوايج بنصاعة، ما يشوفهاش بنصاعة. وأكثر من ذلك أن الرؤية الصادقة زيد تتأكد أكثر بالنسبة للمؤمنين الغرباء عند فساد الزمان. فكلما ابتعدنا عن زمن الوحي كلما أكرم الله بالمؤمنين عند فساد الزمان باش بالرؤية الصادقة. علاش؟ تعرفوا علاش؟ علاش؟ يسليهم الله، لأن مساكين كثرة الغربة ويشوفوا المنكرات ويمرضوا وتدع هذه الفتن الحليمة حيران. فالله تعالى لا يريد أن يترك عباده المؤمنين يتألمون من داخلهم. فإذا ناموا شو يسلط عليهم النوم أمنة، ما كانش قاع الأمن اللي كيشربه المؤمنين في النعاس. حينما ينامون ما يبقوش يشوفوا. فإذا ناموا وسلط الله عليهم النوم أمنة، إيه؟ سل الله عن قلوبهم الأحزان باش برؤى طيبة، يرون رؤى طيبة. الله. ولذلك نقول واحد مجموعة انت الأفكار إن شاء الله باش نزيدوا إن شاء الله. الفكرة الأولى أن رؤيا الأنبياء زيد القواعد، رؤيا الأنبياء حق ووحي زيد يبنى عليها الحكم. ثانيا رؤيا المؤمنين هي بشارة لهم تسر ولا تغر ولا يعتمد عليها كمصدر من مصادر التشريع، إنما يكرم الله بها عباده الصادقين المؤمنين الأولياء تسلية لأحزانهم زيد، وتثبيتهم على الطريق زيد، وتبشيرهم بأنهم يسلكون الطريق السوي السليم. فهي واسمه هي بالنسبة للمؤمنين واسمه هي ليست مرجع ولا مصدر من مصادر التشريع، ولكنها هي بشرى لتثبيتهم لتسليتهم ليستمروا على الطاعة. الله. أو لا هي بشرى زيد لتثبيتهم إذا فتنوا. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. حال المؤمنين كان شي مؤمنين يدخلون السجن ويعتدى عليهم، مساكين يعيشوا في الآلام ويكون في العذاب كبير، لكن بمجرد أن يناموا الله تعالى سبحانه يكرمهم برؤى مباركة فتنسيهم تلك الرؤى كل العذابات والآلام. المجاهدون في أذربيجان في طاجكستان الذين كانوا يقاتلون الروس يروون في قصصهم أن الذي جعلهم يتحملون عذابات هؤلاء المشركين والقهر الذي ينزلونه به هو رؤيتهم لرسول الله كل ليلة، يأتيهم فيهنئهم بما هم فيه ويمسح عليهم. يعني الله تبارك وتعالى سيبشر. كنت أقرأ دائما في ذيك الجريدة دي الجهاد اللي مراهش تجي، كنت أقرأ دائما عن المجاهدين مساكين واسمه، وكنت أقرأ أن هؤلاء المجاهدين في السجون الله تعالى كان يكرمهم في السجون وتحت العذاب برؤى طيبة تجعلهم يستبشرون ويثبتون، ولولا ذلك لانفرط عزمهم. إنما يقوي الله عزمهم برؤية هذه الأنوار. الله. إذن فهو زوجة الصورة، إما يبشرك زيد لكي تستمر، وإما يثبتك. إما يبشرك راك
راك في الفيتان وذاك الشيء وانت مؤمن راهي بالشرك يقول لك زيد راك على الخير، واما راك في العذاب والابتلاء. الله تعالى ياتيك بهذه الرؤى ليثبتك، ليثبتك. الله، يثبت الله الذين امنوا سبحانه عز وجل بهذه الايات، بهذه الايات المباركات. الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. ولذلك فهذا الذي تحدثنا عنه، البشرى التي تثبت والبشرى التي تسر، هي لمن؟ 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 للمؤمنين. وشكون هما كاع المؤمنين؟ صفوة المؤمنين الذي تلاءمت السريرة مع العلانية. أما الآخرون المؤمنين المقهقين بحالنا، هذا واش بغادي؟ يرون أو لا يرون؟ يرون، ولكن كيفاش يشوفوا؟ ولذلك يقال بالنسبة لعامة المؤمنين الرؤيا على ثلاثة أنواع: رؤيا رحمانية، ورؤيا زيد نفسانية، ورؤيا شيطانية، أي رؤيا من الله وهذه اللي هضرنا عليها تبشر وتثبت، ورؤيا شكون هي؟ حديث النفس، والرؤية الثالثة إلقاء الشيطان في روع الإنسان. أما الرحمانية اللي ذكرناها تثبت وتبشر، تثبت وتبشر. جاء سيدنا، شوف سيدنا ثابت بن قيس بن شماس، فرأى قبل غزوة أحد رضي الله عنه أن السماء انفتحت أبوابها وصعد إليها، قيل له: وبما تؤولها يا ثابت؟ قال: الشهادة، سألقى الله شهيدا غدا. فلقي الله شهيدا كما رأى، وارتقت روحه إلى الملأ الأعلى، ورأى قائده في المعركة، في معركة اليمامة، خالد، رؤيا، رأى سيدنا ثابت بن قيس بن شماس، درك سيدنا خالد هو شاف الرؤيا وتحقت، ولكن شوف سيدنا خالد واسمه شاف، رأى ثابت بن قيس بن شماس الذي استشهد بالأمس، جاء إلى قائده خالد بن الوليد فقال: يا خالد، أنا استشهدت بالأمس. يا رب، سبحان الله، يعني تكلمنيش أنا بالأمس، تقبلني الله بفضله شهيدا. الله 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 الله. وإني سأحدثك بكلام إياك أن تعتقد أنه كلام من ميت، فالشهيد حي. ألم تقرأ قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون؟ يثبت فيه، يثبت فيه، يثبت فيه في المنام. هالشي في المنام، هالشي شو الناس كدير؟ إياك أن تعتقد وأنا أحدثك أنني أحدثك وأنا ميت، لا، أنا أحدثك وأنا حي، لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. قال له سيدنا خالد: ماذا تريد أن تقول؟ قال: لقد لقيت الله شهيدا بالأمس، وذهب بي إلى الجنة، وأنا الآن محبوس عند بابها، حيل بيني وبين دخول الجنة أنني استلفت درعا لأقاتل به في سبيل الله، ولم أرده إلى صاحبه، فإذا استيقظت في الصباح فاذهب إلى أبي بكر خليفة المسلمين وأخبره أن ثابت بن قيس بن شماس الذي استشهد محبوس عند باب الجنة، حيل بينه وبين دخولها لدرع استلفه على فلان، وقد سقط حينما استشهد، وأخذه فلان المسلم وهو يقطن في مكان كذا، اذهب إلى مكان كذا فتجد فلانا الذي مر على الدرع فأخذه، فخذه منه ورده إلى صاحبه فلان. الله، شو رؤية هذه؟ ولا 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 فيلم؟ رؤية ولا فيلم هذا؟ يا الله. احنا ولكن ذيك من بعد، يا الله. فذهب خالد بن الوليد إلى سيدنا أبي بكر خليفة المسلمين
برؤيا سيدنا، شكون هو؟ سيد ثابت بن قيس بن شماس، فأخبره الخبر، فتوجه مع خليفة المسلمين إلى المكان الذي أشار إليه ثابت، فوجدوه كما قال ومعه الدرع. قال: هذا الدرع لمن؟ قال: وجدته في ساحة المعركة. قال: إنه درع ثابت بن قيس وليس له، إنه لفلان. فأخذوه منه فذهبوا إلى صاحبه، قال: هل تعرف هذا الدرع؟ قال: هذا درعي، قد وهبته لثابت بن قيس بن شماس. قال: لقد قال في رؤياه بعد أن استشهد أن يرد إليك، ها نحن ننفذ وصية شهيد حي. قيل: وهي أول وصية في الإسلام ينفذها خليفة المسلمين رئيس الدولة في الواقع. الله، أول وصية مسلم مستشهد في الإسلام نفذها خليفة المسلمين مع وزير دفاعه الجنرال ولا الماريشال خالد بن الوليد رضوان الله عليهم، هي وصية ثابت بن قيس بن شماس الذي قال فيه رسول الله لما نزل قوله تعالى: إن الذين، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فاعتزل المسجد ولم يذهب إليه ظانا أن الله الذي رزقه صوت جوهري. كان من يتكلم خطيب، كان خطيب بتاع رسول الله، كان اختار المسلم هو خطيبه، ثابت بن قيس هو خطيب رسول الله، كان اعطاه الصوت قوي. فلما قال لا ترفع ظن أنه المعني بالآية، فاعتزل المسجد وحبس نفسه في البيت يبكي، وقال: لقد أحبط الله عملي، لأنني أنا الذي يرفع صوته فوق رسول الله. فسأل النبي عن سر غيابه عن المسجد، فذكر له السبب، فقال لأحد الصحابة: اذهب إلى ثابت فقل له: لست أنت المعني بالآية، وقل له: يقول لك رسول الله: ستعيش حميدا وتلقى الله شهيدا. قال أنس: وكان يمشي على وجه الأرض ونحن نعرف أنه سيلقى الله شهيد لنبوءة رسول الله بمآله وعاقبته. الله، هذه الرؤى، هذه رؤى رحمانية، رؤى من الله للمؤمنين. ها هكذا كاين بزاف اليوم، كاينه ولا ما كايناش؟ يشوفوها الناس اليوم ولا ما يشوفوها؟ يشوفوها، يشوفوها ولا ما يشوفوها؟ يشوفوها. شكون هما الصادقين؟ فين يشوفوها؟ في كل مكان، في كل زمان. كل زمان فيه الصادقين، نعم، كل مكان فيه الصادقين، نعم. يشوفوا: لو تحدث إليكم إخوانكم في غزة عن الرؤيا التي كانوا يرونها لسمعتم العجب العجاب. محمد قاسم الشهيد قال لهم في الصباح، كان يوجدوا باش يديروا العرس، قال لهم: أنا ما ندير بو عرس، أنا سألقى الله غدا شهيدا. قالوا لي: كيفاش؟ كيفاش؟ قال لهم: لقد رأيت رسول الله وأخبرني أنني سألقى الله غدا شهيدا في هذا المكان، حدد حتى المكان، وسأصاب برصاصة هنا كالصحابي الذي قال: وأسأل الله، قال: أن يأتيني سهم غارب فيصيبني هنا. وكان كما رأى. ففي اليوم تاع الجمعة الصباح اغتسل وتطيب وتطهر، وجاء تسلل للكوموندو الصهيوني إلى غزة، فرآه فانطلق يقاتلهم، فقتل عسكريين، ثم رمي برصاصة في المكان الذي أشار إليه، واستشهد في المكان الذي أشار إليه. الله، يا أخويا، اللي عنده الصدق مع سيد ربي سبحانه عز وجل، من اللي عنده الصدق الشيطان لا سبيل له عليه، كيشوف شي حاجة يشوفها والسلام. عنده العالم تاع الملكوت، فتح الله له بصيرته فهو يرى، لأنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور.
إذا كانت القلوب التي في الصدور متنورة بنور الله لا سلطان للشيطان عليها، فهي ترى الحقائق، ترى الحقائق. احنا اليوم عندنا الضبزة مضبي، القلب مضبب، هو فايق وما شايفش المسائل، فايق وما يقدرش يفرق ما بين المعصية والطاعة، يدير المعصية وحساب له راه يطيع الله. كيف أنتم إذا كنتم تأمرون بالمنكر وتنهون عن المعروف؟ قالوا وكائن ذلك يا رسول الله. يوصل الحال، الحال يوصل بالمؤمنين حينما تنتكس القلوب أن يرى المنكر معروفا ويرى المعروف منكر، بل أن يصير حاله إلى الدرجة التي يأمر فيها بالمنكر وينهى عن المعروف. يقول له هما يوليوا عند المؤمن يرضوه ضال، يرضوه مجرم، يرضوه كذا، والفساخ يقول والله لا ظريف، ظريف هذا، لا لا والله لا ظريف، هو سكيري وفاسق وما يصليش وشفار، والله لا ظريف، ينقلب كل شيء، ينقلب كل شيء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنين خداعة، خداعة يصدق فيها الكاذب، كل شيء ينقلب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، المسؤول الكبير اللي تحترمه الناس، الرويبضة، رجل تافه مقري سكيري عاصي ربي، ما يصليش، شفار، عمره ما غسل بالجنابة، هو المسؤول، هو المسؤول على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن تعجب لأمر عجب، فين غادي يدي الناس هذا؟ فين غادي يدي الناس؟ هذا مسؤول أعور، ما يسمعش، أصم، أبكم. ما معنى أصم؟ لا ينطق عن الحق، غير الباطل، الكلام الله يستر يا ربي، منين نبقى نسمع لشي مسؤولين الكلام؟ السب نتاع الرب والهضره غير من الحزام لتحت، هذا مسؤول سكرى، ما يصليش، اكذا. هذه الرؤى الرحمانية يراها المؤمنون التقاة، ولذلك الإنسان هذا المؤمنين المتقين من يشوفوا شو رؤيا بحال هذا الشكل، واسمو يديروا؟ واسمو يديروا؟ واش بغى يدير؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رؤيا تسره أو تعجبه، اش يدير؟ اش يدير؟ يستبشر بها، زيد، ويحدث بها أحب الناس إليه، صافي، زيد، يتكبر بها ولا؟ لا، يبقى فين ما مشى نشط رسول الله نشط رسول الله، لا، واش يدير؟ راه شرح الله بها الصدر ديالو، وبشروا ربي، ويسكت يمشي يخدم الخدمة، ولا يقول أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم صافي، أنا وصلت، أنا وصلت، إلا قال أنا وصلت، صافي، مشى، مشى، تولي واسمه فما تولي؟ فتنة لضعاف الإيمان، لأن أقوياء الإيمان نقولها لكم، لا ينتظرون أبداً أبداً أن يبشروا في الرؤى، فبشارتهم في الدنيا هي بشارة يقظة لا منام، ولذلك قيل الاستقامة خير من ألف كرامة، ومن الكرامات الرؤية الصادقة، والرؤية الأخرى يعني كرامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما كان الله رؤى ولا يدك لا يرضي، ولذلك الصحابة الكرام لم يكونوا يرون الرؤى، ولا كان شي واحد يشوف، إذا كان شي واحد يشوف ما كان قاعد ديها فيها قاعد. احنا علاش الناس اليوم تبغي تشوف الرؤى المزيانة وتبغي تحضر على الرؤى؟ علاش؟ ضعاف الإيمان. نريد واسمه نبغيو باش يجي لنا واحد الهاتف من رب العالمين يقول لنا بلي راكم في الطريق. اذا شكون هو هذا اللي محتاج لهذا؟ اما المؤمن اللي قوي الايمان راه خدام ويسارع في الخيرات وما يستناش كاع حد شيء، اللي يستناوه هم ضعاف الايمان، هو اللي كل صباح يقول له شتي حاجه شتي حاجه شتي حاجه، هذا ضعيف، هذا ضعف. اذا لم يكونوا يعتمدون على ذلك اطلاقا، هذه الأولى. وإذا رأى المؤمن رؤيا لا تعجبه، أش يدير؟ أش يدير؟ السنة أش يدير؟ رأى رؤيا لا تعجبه كوابيس، أش يدير؟ ينقلب على فراشه على الشق الآخر،
ويدفل على يساره ثلاثا، بلا ما يخرج الدفال. اتعلموا شويه الدين ديالنا الواش، ارواحوا نتعلموا شويه الدين، لان واحد العادات نتاع الناس ضلوا وزلوا لانهم لم يعرفوا كيف يتعاملون مع مساله الرؤى والالهام والكشف. العادات نتاع الناس اللي ضلوا، حتى بقى واحد يقول لهم انا حدثني قلبي عن ربي، ما بقاش ياخذ كاع الدين فلان على فلان، قال انا لا اخذ الدين عن ميت عن ميت كما تاخذون. تقولوا روى الامام مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي قال احنا ما نمدوش مالك مات وابو الزناد مات والاعرج مات ورسول الله محمد مات، احنا نديروا على الحي، ناخذ الدين تاعنا من حي على حي. شكون هو؟ حدثني قلبي حي على ربي حي. هو قام يديش باش هو عنده علم اللدوني لا من دونك من ديرك من سيدي ربي اللي عنده، هو كاع الرساله والرسل والوحي كاع هادشي ما عندوش. هو استعاض بالوحي الحق باش بما يلبس عليه الشيطان انه وحي، وحي جديد هذا. الشياطين يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. يا لطيف يا لطيف. فاذا راى رؤيا لا تعجبه ينقلب على الشق الاخر ويدفل ثلاثا عن يساره ويتعوذ بالله من شرها. شحال من عمل يديه؟ شحال؟ ثلاثة. ينقلب على الشق الآخر ويدفل عن يساره ويسأل الله، يتعوذ بالله من شرها، أعوذ بك يا ربي من شر ما رأيت. وباقي واحد العمل الرابع واسمه هو ألا يحدث بها أحد فإنها لا النبي صلى الله عليه وسلم تقرب قال فإنها لا تضره. منين دير هذو أربعة ما تضركش. الله أسي باش أنت تشوف شي حاجة مكفسة وتبقى تجي تقولها للناس. أنا شفت العتبان تاعي مشات، قال له صافي مات تمك، مات تمو. حتى نمشي تقولها قولها لواحد السيد مؤمن فيه الخير يقول لك خيرا ان شاء الله، خيرا ان شاء الله. هي معلقه في ظفر طائر، واول من يؤولها هكذا تؤول على ذلك. اذا ما تحدث حتى شي واحد. اذا رايت رؤيا لا تعجبك زيد تنقلب على شقك الاخر، تدفل ثلاثا عن يسارك، تتعوذ بالله من شرها زيد، ولا تحدث بها احد فإنها لا تضرك. هذا على الأول، على الرؤيا وهي من الله، هذا الأول رؤيا من الله. الرؤيا الثانية حديث نفس. واسمه حديث النفس؟ واسمه حديث النفس؟ أنت يا كنت بتشق مشتاق باش تاكل المسمن، تهضر على المسمن على المسمن، كنت مشيت نعس شوف روحك تاكل المسمن، غالب على طبعك واسمه المسمن، بغيت المسمن، بغيت البغرير. واحد السيد نام روحو ياكل المسمن، منين نال صاب كلا نص كوبيرتا. واحد السيد عطشان واسمه ينوم العطشان، واسمه ينوم الماء يتدفق، عطشان جيعان ينام واسمه الخبز شي زردة، هو ما كاين والو. هذا اللي يظل يهضر على الكورة وعلى البارسا، يظل مع ميسي، يظل مع ميسي خوالو على القلب ديالو هذاك الشيء وعلى نفسه، حتى اصبح اذا نام غلب عليه هذاك الشيء. وشوفوا راه كي نعاس كي يموت، ما غلب على قلبك يخرج عند الموتة الصغرى اللي هي النوم، او النوم الاكبر الذي هو الموت. فالموت هو النوم الاكبر والنوم هو الموت الاصغر. منين جبتها؟ بكتاب الله تعالى، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل. زوج يموتوا، اللي مات مات ضربة واحدة مشات الروح ديالو ما ولاش، واللي نعس مات مشات الروح. ولكن إذا أراد الله تعالى أن يفسح له في المجال واسمه يرد له الروح عودة كما ردنا الصباح وجينا، راه ردنا زادنا. ومنين نوضوا نقولوا الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. أنا راه كان مشيت، أنا كنت مشيت.
يا حبيبي كي النعاس كي الموت. الذي غلب على طبعك وأصبحت مهتما به وملك عليك جوارحك وأصبحت لا تفكر إلا فيه، منين تنعس تشوفه هو، ومنين تموت يخرج على لسانك. قول لا إله إلا الله my girl friend جوليان، قول لا إله إلا الله my girl friend. هذا كيقولوا له قولها في السبيطار في كندا، يقول له ذاك العالم قل لا إله، يقول له ما يقول يعني حبيبتي جوليانا مات، هو يقول حبيب. هذاك الشيء اللي عنده غلب على قلبه. من هنا غادي تبقى تشوف روحك انت ان شاء الله تعالى، تبقى تقرر روحك تقول واش انا نثبت ولا ما نثبتش عند الموت. فوقاش في النعاس راك تشوف من تنعس واش موت تشوف تخرف واش حوايج يا راتي. يشوف روحه ويتيق هذاك الشيء، علاش ما عندوش النور نتاع سيدي ربي الذي يكشف له هذه الشبهات. بصح الا كان عنده النور نتاع سيدي ربي يقول هذا هو في المنام وما يتيقش، اللي يقول هذا غير فيش في المنام يقول هذا غير فيش. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فاذا هم مبصرون. مبصرون باش مبصرون بالعينين بنور الواحد، يبصرون الحق من الباطل، يبصرون هذا البصر تاع البصيره وليس بصر البصر، هذه البصيره التي تبدد بها الشبهات بفضل الله تعالى. إن هذا حديث النفس هو اللي يغلب، اللي يغلب على الطبع، اللي حبته النفس، هذاك اللي حبته النفس فأصبحت النفس والهان به ملأ عليها كلها أصبح يراها في المنام ويحسب له راه يشوف شي حاجة ما راه يشوف والو. وأما الثالث وهو إلقاء الشيطان، هذا ماشي رحماني وماشي نفساني ولكن شيطاني، واش يوري له؟ يوري له غير المسائل المكفسة. واش يوري لك الشيطان؟ واش يوري لك؟ فوقاش نعرفوا بلي هذا شيطاني؟ فوقاش؟ إذا كان ما تراه يقذف في قلبك الخوف إن أو الحزن أو اليأس، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. يوري له الكوابيس يخوفه، يولي يخاف يخاف بالحياة، يخاف بالموت، يخاف بالفقر، يخاف بالجنون، يخاف المهم دائما خايف. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، ومن جملة وسائل تخويفه يتسلط عليك في المنام ويجيب لك الكوابيس ويجيب لك شيء فيش قاع ما كان نقول لك. لذلك الانسان هذه المسائل اللي من يشوفها اسمه دي يتعوذ بالله من كيما قلنا ذكر ربعه. ها كاين اللي ما يجيش كاع النعس كاع بكثره الخوف كاع. انا نعرف كاين اللي ما ينعسش بوحده، نعرف واحد المراه عندها 80 عام لا تستطيع ان تجلس في بيتها نهارا ولا ليلا بوحدها، يمكن غادي تموتي وتقول لا ما نقدرش. علاش؟ نخاف. باش تخافي؟ راكي في الدار وبوحدك وكذا. لا انا نخاف ما نقدرش نجلس، ما نقدرش ترجف ما تقدرش. وفوقك السكان وتحتك السكان وقدامك السكان والسكان وداخل الناس عليك خارجين، لا خص يكون معايا. يا ربي يا لطيف يا لطيف يا لطيف. واحد جاء عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله انا شط الراس نتاعي هارب وانا تابعه. قال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وفين كانوا عينيك اللي كنت تشوف بهم الراس؟ واش في الراس الهربان ولا في كرشك؟ ياك الراس قلت هرب. بقى يشوف ما صاب ما يقول. قال له الشيطان يظل الليل كامل هو يلعب عليكم وتجيو تدفشوا ما تسكتش، بعد منين صابك ربي استر فضايحك. يعني انت الشيطان يظل هذا السيد اللي منين يمشي ينعس ما يتوضا ما يذكر ربي، يجي هكذا كشكوره جايب الخدمه كان يتفرج في الريال ولا كان يلعب الكارطه ومن تما جا غير من ذاك ودخل ام فما فات ديريكت من الكارطه من الرشم فاش من المسلسل كان يشوف ان انا غور مشى هكذا. ايوا روح شو كنت تشخلو ابليس على هذا يظل يلعب لان حتى ابليس يبغي يلعب شويه.
يبقى يلعب مع هذا في الليل. إذن هذا شيطاني. المقصود منه إذا كانت الرؤية الصالحة المقصود منها التبشير وأن تدخلك السرور والثبات، المقصود تاع الشيطان يحزنك ويثبطك ويقذف في قلبك الياس، أي ضد هذه الرؤية الرحمانية، أي تحقق عكس ما تحققه الرؤية الرحمانية. الأولى غادي تبشر لك وتبشرك وتثبتك وتعاونك، والثانية تثبتك وتدخل عليك اليأس والقنوط والحزن، هذا من الشيطان. أنت عن النفس الحاجة اللي غالبة عليك، اللي غالبة عليك تشوفها. ولذلك فإن الفتنة التي وقعت في تاريخ المسلمين وقعت حينما أول تأويلات خاطئة مسألة الرؤية والكشف والإلهام، إلى درجة أن بعض الطوائف اعتمدت عليها في مسألة التشريع. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، هذا البهائية واسمه هي البهائية، هذا القديانية. علاش خرجت عندنا في اسم البهائية والقديانية؟ ها؟ لأن غالوا في الرؤى، تصبحوا قال هذا نبي، هذا راه يجي الوحي، صافي راه يجي الوحي. يا لطيف يا لطيف، غالوا في هذه المسألة. حدثني قلبي عن ربي، أنا شفت حتى شفنا شي واحدين كيكتبوا في الكتب نتاعهم منين يبغيو يعطيو الدليل على شرعية مسألة، إما في الأقوال ولا في العقائد ولا في الأعمال ولا في العبادات، حشومة تصف في الكتب نتاع بعض العلماء كيقول لكم الدليل أنني أن فلان رأى رسول الله فقال له. لي أنت ما سمعتش الدليل غير في الرؤية نتاع فلان؟ أبدا ما خصكش تدير الرؤية، تدير الرؤية تعتمد عليها زيد في تثبيت حكم، إذا كان الحكم زيد مثبت ومؤيد بكلام الله وكلام رسول الله، وتجي الرؤية، الرؤية غير الاستئناس، الرؤية غير الاستئناس. أما الحكم الشرعي في الأقوال في الأفعال في كل شيء، إنما يستدل على شرعيته قال الله قال رسول الله، ما كانش فلان شاف أبدا. أنا رشت واحد الرؤية واسمه أشت باللي فلان ماشي مزيان، قال لي واحد قال لي راني درت عليك صلاة الاستخارة. قلت له صلاة الاستخارة يديروها الناس، ديرها باش تستخر الله في شي عمل بغيت تديره، بغيت تزوج تستخر الله، واش المرأة تصلح لك ولا ما تصلح لكش، تجارة، هو يدير الاستخارة على فلان واش مليح ولا ما. قلت له وكي جاتك؟ قال لي راني شفتك في واحد الظلمة ما كان ما نقول لك، راه الدعوة نتاعك مكملة. قلت له انا لو كان درت عليا الاستخاره وكنت كون جيت سقسيتني نقول لك بلا ما تدير الاستخاره، راحنا في الظلمه، واش كان شي ظلمه قد هذه؟ اروح نقول لك راني مكفس قبل ما تدير عليا الاستخاره. تيجي واحد عاد حتى تدير عليا الاستخاره وتعرفني؟ وهي ودي وهي ودي وهي. قلت له انا نهنيك يا صاحبي، راك دير الاستخاره على عباد الله، شوف شحال من غلط عنده. شوف الغلط الاول، هو كيدير الاستخاره على عباد الله ناسي روحه، هذا مشاقع، هذا كان يدير نسى روحو كاع، هو وسلك، هو صافي راه دار سلوك، هو صوره في الجنه، هو راه يشوف غير عباد الله كي دايرين. هذا معنا الامام مالك، راه يدير الاستخاره على عباد الله، هو ناسي روحو، هو رحم الله من شغلت عيوب عن عيوب الناس، هو هذه كاع ما عندوش، هذه ولا تزكو انفسهم كاع ما كاين، هل العجب المحبط كاع ما عنده. ثانيا ما يديرش الاستخاره كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، علاش ما تديرش استخاره؟ على حوايجك لكي يستخير الله لك، يخير الله لك احسن ما يريد سبحانه عز وجل، هو كيديروا على البشر. اذا غلط في الاول لانك قلت انت باللي سلكت، غلط في الثاني لانك تدير عباده في غير محلها، العباده كدير انت تستخر الله سبحانه عز وجل. يا لطيف، شي واحد قال لك انا استخرت الله تعالى في الزواج ورشت ديك المراه اللي زوجها شتها بحال الفعى، ما غاديش نديها. إذن تعتمد على الرؤية في مسألة الحكم الشرعي. لك لم تفهم معنى الاستخارة. الاستخارة هي أن تصلي لله ركعتين في أمر تريد لله أن يختار لك فيه الأصلح لعلمه المحيط بما يصلحك، ثم في الغداله واسم الدين تتقدم لتطبيقه سواء رأيت أم لم ترى، فإن كان يصلح لك يسره الله لك وبارك لك فيه، وإن لم يكن يصلح لك حيل بينك وبينه بما يشاء سبحانه.
أما أنت يا ابني تحكم على الرؤيا، قال أنا رشت، أنا رشت فلان ما صالحش أخرى دار شرك، أنا هذاك فلان هذاك أنا رشته ما صالحش. أنت واش واش نبي واش وحي واش هذا تفيش هذا؟ الناس ولاو الآن الرؤيا يبنيوا عليها قضية الزواج، يبنيوا على الرؤيا قضية قرار فاش في الشركة مع هذا، واش تشترك معه ولا ما يشتركش. أنا درت استخارة على فلان واش تشترك معه ولا ما يشترك في هذه التجارة. سعر نشتو الله يستر داير بحال بحال الحنش ملوي هكذا وفاتح فمه، هذا غادي ياكلني هذا ما نديرش معنا. ماشي هذا هو الرؤيا، لا يبنى عليه حكم لا في صغير ولا في كبير، لا في أحكام اعتقادية ولا في أحكام عملية، بكاش بكاش. العلماء وقفوا حتى لواحد الموضوع وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال العلماء من رأى رسول الله في المنام فقد رأى حقا فإن الشيطان لا يتمثل بصورة رسول الله. ايوا انت منين تشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام شفت النبي ولا ما شفتوش؟ على حسب الحديث. اه لقد رايته صحيح ولا ماشي صحيح؟ ولكن متى يكون الذي رايته هو رسول الله؟ متى؟ اذا كنت تعرف اوصافه وجاء بالاوصاف التي ذكرت في الشمائل، فان الشيطان لا يتمثل بصوره النبي الحقيقيه، اما فإنه يستطيع أن يتمثل في صورة محمد صلى الله عليه وسلم. إيوا يجي لك في صورة، لكن ليس في صورة خلقته، يجي مبدل شوية. شكون هذا اللي يعرف اللي هذا رسول الله ماشي رسول الله؟ شكون؟ علماء. وحدة قالت لي مثلا أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم طويل داير كي السلك. ليه النبي صلى الله عليه وسلم طويل؟ وحدة قالت لك أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم قصير وشعره مرولي. قلت لها هذاك مارادونا هذا. واش تعرف انت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وحده قالت لي شوف كتبت، قالت لي شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعس معايا في الفراش. اه لطيف اه لطيف، هذا ما خصك قاعد تقولها كاع. وشفتوا شي منامات كيديروا شي كيكتبوا حتى في الانترنت شفت الراس نتاع النبي صلى الله عليه وسلم. اه لطيف يا لطيف، اش الغريبه اش الغريبه اش الانحطاط نتاع هذه الحركات الاسلاميه، هذا انحطاط. جاء الراس نتاع النبي ولا في شيخنا. او ربي يا ربي شيخنا هو مول الوقت، شفت الراس نتاع النبي جا في الراس يا لطيف، وكاتبينها في الانترنت يا 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 الهبوط يا يا التخلف يا الخرافه. القران والسنه جاوا باش يحرروا العقل ديال المسلم، وهذا شو المصيبه؟ شو شو يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ولذلك ينبغي للانسان ان يحذر من هذا الامر. نكملوا بهذه ان شاء الله، وهذه هي اللي قاع بعيده. قالوا الى شفت النبي صلى الله عليه وسلم وشفتوا بالاوصاف نتاعو وقال لك في الرؤيا، لازم قال لك قال لك مثلا لا تصل عمك، امرك ان لا تصل عمك، وتعرف اللي عمك هو عمك خوبك خصك تصيله وكذا، فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يامرك ألا تصل، أي ينهاك عن صلة عمي. إيوا طيعوا ولا ما طيعوش هذا؟ واش طيعوا ولا ما طيعوش؟ ولكن رسول الله راه قال لك، ولكن رسول الله راه قال لك. شت هذه رؤيا، والرؤيا باش تعرفها أنت بلي صح ولا ما تعرفهاش، واش تعرف ذاك النبي ولا ما تعرفوش، واش واللي تعرفه اسمه هو أن رسول الله كمل الدين وكمل البلاغ وقال لك لا يدخل الجنة قاطع، فلا يمكن لرسول الله الذي بلغك أن القاطع الرحم لا يدخل الجنة ويجيك هو في المنام يقول لك روح اقطع الرحم بتاعك، فهذا شيطان. معناه فين كاين الديفو؟ هذا اللي راه يشوف، هذاك اللي شافه ماشي رسول الله. لن يأتيك رسول الله لينهاك عن أمر الله، ولن يأتيك رسول الله ليأمرك بمعصية الله أبدا. وإذا رأيت ذلك فاعلم أنه شيطان. شفتوا فين وصلوا العلماء؟ باش تبقى حاضر روحك الدين تحضي هسي. اللي عنده هذا الأصل هكذا عمره ما يشمتوه الناس، يعيش دائما اللي يحكمه كتاب الله وسنة رسول الله.
ما يجيش غير اللي يجي يلعب عليه يضحكوا عليه. رشت واحد الرؤيا كاين اللي راه غير بالرؤيا عايش يقول له اه سيدي تعرف راني شتك ان شاء الله راكب على واحد العود ابيض او عندك اللي يدين يسيل بهم العسل يعطي 20,000 يعطي 20,000 شت عليا واشتك يا حبيبي ويا حبيبي وزيد زيد شي انا شي واحد منين يبغى شي 1,000 فرنك ولا يبغى شي 20 دولار ولا يقول لي شت عليك شي رؤيا نقول والله ما تحكيها حتى تدي 40 دولار وروح احكيها للناس انا عارف اللي شكون اللي يدفعوا باش يقول عندي الرؤيا شكون الحاجه مسكين نقولوا قال ما تحتاجش تكذب قاع الناس تشوف عليك الرؤى اللي راهم عايشين غير معاك هاد فيش هذا الناس راه عايشين غير معاك ولكن الحاجه تؤم الاختراع واحد السيد نكمل وياه مشى عند السي بن حمزه قال لك واحد النهار قال له راني شفت واحد الرؤيا باللي شفت النبي صلى الله عليه وسلم قالها في الجامع قال له شفت النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الا بغيت اللي يعاونك راه عند مصطفى بن حمزه يعاوني قال لك جا عندي قال لي راني شفت رسول الله قال لك السي بن حمزه يعاونك قال له واحد نشوف وين عاد ما قاليش انت قال لك وانا مازال ما قاليش انت الرساله ديالك وصلت وانا نستنى ان شاء الله حتى يقول لي روح كي غادي يجيني الميساج ان شاء الله نعاونك شت العلماء شت العلماء شت العلماء الحكمه كل شيء واحد محلول مسكين جاي وياك يا اسمو قال لك نعاونك بشرك عيان اروح الاعمال الاجتماعيه عندي هنا واحد الريم ديال علي السحمودي راه انا السحمودي ولا هذا خصو لي ريم هذا السرطان هذا 2500 درهم هذه مسكينه الشقر فاطمه عندها 22 عام في المزواريه ما عندهاش كاع اللي يكون بها شي 15 يوم وهي مسكينه فما تبات في هذاك الشيء ما داوها لا فوتوا عليها لا والو حتى جا واحد شي زوج تاع الاخوان وداوها ركبوها في الشاريو وفوتوا عليها صابوا فيها ان شاء الله تعالى الكونسير وداروا لها التحاليل وخصها واحد السكانير تاع 120,000 ان شاء الله تعالى انا اللي راني مكلفها وعندي هنا ان شاء الله تبارك وتعالى الذي سالونا ان شاء الله الدعاء اللهم اشفيهم يا ربي وعافيهم واحد المراه عاودك راه ان شاء الله عندها البنيه ديالها غادي تكون تما يخصها ان شاء الله تبارك وتعالى ديك العمليه تاع الترويض اعينوها اعانكم الله تعالى اسمو هذا ديك البنت ما تكبرش ان شاء الله الكراس دائما احنا كنديروا النداء ان شاء الله وهذيك مسكينه هذوك هذيك المره عندها زوج اللي عندهم ما كيبروش ما ذوك البنيات الصغار وحده عندها 17 كنا درنا واحد القيس واحد النداء وجا واحد السيد قال لك انا غادي نتكلف ايوا فرحنا ايوا اعطاني التليفون وكذا وملي هضرنا معها انا نكورنا ان شاء الله تعالى ولذلك باقيين هما هذيك النساء هذوك هكاك ما صابوش اللي راه ما عاد هكاك والكراس راه حنا كنقول الكراس اللي بغى يجيب ان شاء الله تبارك وتعالى هذه المرأة تسأل الله باش يحجب لها أولادها الله يحجب لها الوليدات تاعها معنى الله يحفظهم وكذا ويحفظ وليدات المسلمين هذا يسأل لابنه الذي يتعاطى للقمار بأن يتوب عليه الله يتوب على الولد وعلى جميع وليدات المسلمين يا رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد والله تعالى أعلى وأعلم